أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجوم إكسترا لأخبار الفن والفنانين. صابرين بورشيد، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. معها صابرين أحمد البورشيد. من مواليد 11 يونيو عام 1985 ميلادي. وعمرها 34 عاما. جنسيتها بحرينية. يعني صابرين بورشيد هي الإسلام. رشيد من مواليد 11 يونيو عام 1985 ميلادي، إعلامية وممثلة بحرينية. بدأت في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج صيف البحرين عام 2009. الممثلة صابرين بورشيد وهي صغيرة. اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية، وكانت من أبرز المذيعين فيها. وفي رمضان عام 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج. الفنانة صابرين بورشيد قبل عمليات التجميل. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. صابرين بورشيد في العناية الفائقة، ووالدها يناشد الجمهور بالدعاء لها. ناشد والد صابرين بورشيد الجمهور الدعاء العاجل لابنته، وقام بنشر صورة لها من المستشفى، مشيرا إلى أن ابنته أصيبت بانتكاسة قوية أثناء تلقيها العلاج. وكتب قائلا: صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج وأدخلت العناية المركزة، دعائكم لها بالشفاء العاجل. صابرين بورشيد بعيد ميلادها أيضا في المستشفى في منتصف شهر يونيو الفائت، حيث فاجأها الطاقم الطبي المشرف على حالتها الصحية باقتحام غرفتها والاحتفال معها بيوم ميلادها. أصيبت الفنانة صابرين بورشيد قبل نحو شهرين بأورام في الرأس، ما دفع والدها لمناشدة السلطات البحرينية في المساعدة بعلاجها وتسفيرها خارج البلاد، وتحديدا إلى ألمانيا. ما هي شروط صابرين بورشيد لزوجها المستقبلي؟ وضعت الفنانة والمذيعة البحرينية صابرين بورشيد عدة مواصفات وشروط للزوج الذي تطمح إليه وتتمنى الزواج منه، بالقول أن لكل بنت رجل أحلام تطمح أن تكتمل حياتها معه ويتصف بشخصية قوية وحنون في الوقت ذاته. الفنان
الفنانة صابرين برشيد شبيهة المغنية بلقيس فتحي. وأيضا يدللني مثل ابنته وزوجته في الوقت نفسه، ويكون رومانسيا، ويحب كرة القدم، وشرط أن يكون يشجع ريال مدريد. وأضاف صابرين: أما بالنسبة لوضعه المادي أفضله أن يكون أعلى مني بكثير. صابرين برشيد قبل عمليات التجميل. ولكن هذا ليس الشرط الأهم، لأن الاختيار سوف يعتمد على الدين والخلق والشخصية، وبعدها الحالة المادية. صابرين برشيد بعد عمليات التجميل. قالت الممثلة الجميلة أن استقرارها في الكويت هي التي فتحت لها أبواب النجومية والشهرة، وكان لها الفضل في بروزها في مجال التمثيل. فبعد أن استقرت فيها توالت عليها العديد من المشاركات الفنية مع كبار النجوم. الممثلة والفنانة صابرين برشيد تشبه بلقيس فتحي. بشكل كبير في مضاعفة نجوميتها بين زميلاتها الفنانات، ولكنها ما زالت تطمح للمزيد من المشاركات الفنية، فطموحها الفني بلا حدود. صورة توضح الشبه الكبير بين صابرين برشيد والمغنية بلقيس فتحي. صابرين برشيد قبل التجميل. والحلم الذي أطمح إليه اليوم أن أشارك في عمل سعودي أمام الفنان القدير ناصر القصبي، خاصة وأن أعماله لها قاعدة كبيرة من المشاهدين، كما أن المشاركة في الأعمال الدرامية السعودية ستضاعف نجوميتي بشكل أكبر. أسئلة وأجوبة مع الفنانة صابرين برشيد. برشيد متبنية طفل؟ إليك الحقيقة، يقولون أنك متبنية طفلا اسمه مبارك. تجيب ضاحكة: هذه سوالف شيول سبت، أنا أسميها أم داود وهي تسميني أم مبارك، وهذا الأمر بيننا ولا أحد يعرف اللزمات الخاصة، وحتى فنزاتنا مصدقين أنه إحنا متزوجين وعندنا عيال. في التمثيل؟ لدي طموحا في التمثيل بأن أصبح ممثلا معروفة لها أدوار مميزة. ومثلي الأعلى هي الفنانة الكبيرة حياة الفهد وزميلتها سعاد عبد الله. هل أنت مرتبطة وتعيشين قصة حب؟ قالت الفنانة: أنا فتاة لست مرتبطة عاطفيا ولا أعيش قصة حب، ولم أجد ابن الحلال ونصيبي لم يأتي بعد. ومواصفات فتى أحلامي الذي أبحث عنه هو أن يكون رومانسيا ويعتمد عليه ويدللني كالفتاة الصغيرة ويحب ما أحبه.